أعلن العضو الذهبي بنادي النصر عبد العزيز بوغلوف عن استعداده للتكفل بنفقات علاج لاعب الهلال عبد الله عطيف بعد إعلان إصابة اللاعب بقطع في الرباط الصليبي. وأكد بوغلوف عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي تويتر أنه متكفل بعلاج اللاعب في المكان الذي يختاره إن رغب في ذلك، مبينا أن الرياضة تنافس شريف داخل الملعب ومحبة وأخوة وأبناء وطن واحد خارجه. يذكر أن نادي الهلال أعلن أمس تأكد إصابة عطيف بقطع في الرباط الصليبي بعد إجرائه عملية منظار استكشافية ليغيب على إثرها لنهاية الموسم. زاد الإعلامي الرياضي الكبير وليد الفراج من الإطارة التحكيمية المشتعلة في دور كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين بتعليق ناري. وتصاعدت الأزمة التحكيمية خلال الأسبوع الماضي، حيث قدم نادي النصر طلبا إلى اتحاد الكرة لإقالة رئيس لجنة الحكام بحجة وجود أخطاء كارثية وفضائح ساهمت في انتصار الغريم الهلال وإيقاف مسيرة العالمي. وقال الفراج في تغريدة عبر صفحته بموقع التدوينات القصيرة تويتر: نعم، لدينا مشكلة في التحكيم ولن تتوقف هذه المشكلة مهما فعلنا، لأننا جزء من العالم الذي يشهد الكثير من الأخطاء التحكيمية. وشدد الإعلامي الرياضي الكبير على أن المشكلة الحقيقية في الدوري السعودي هو المبالغة في الضغط على التحكيم والمبالغة في ردود الفعل على أخطائه، في إشارة واضحة لنادي النصر ولبيانه ضد رئيس لجنة الحكام. واعتبر وليد الفراج أن هذه المبالغة هي جزء من تكتيك الدعم للأندية، وخاصة في لحظات الأزمات أو قبل مواجهات لا تتوقع الفوز بها. انتشر فيديو للاعب وحارس مرمى نادي الهلال عبد الله المعيوف عبر التواصل الاجتماعي أثار غضبا كبيرا لدى جماهير النادي الأهلي، حيث تم تداول الفيديو بشكل كبير. وقال فيه المعيوف ردا على مشجع أهلاوي أنه لن ينتقل إلى الأهلي حتى لو لم يتلقى عرضا من الهلال لتمديد عقده. وأضاف عبد الله المعيوف أن النادي الأهلي صفحة انطوت في مسيرته كحارس مرمى محترف. جدير بالذكر أن المعيوف لعب لنادي الأهلي السعودي موسم 2015-2016 قبل الانتقال لنادي الهلال، حيث تألق بشكل لافت. ويذكر أن الحارس قد جدد عقده بالفعل مع نادي الهلال منذ عدة أيام، ويقدم المعيوف مستويات ممتازة مع الهلال. وغرد أحمد الداموك أحد جماهير الأهلي بالقول: نكران الجميل في أبشع صورة، لفظك الهلال واحتضنك الأهلي وكان له الفضل بعد الله فيما أنت عليه الآن، وإلا شاهدناك تنهي مسيرتك متنقلا بين أندية الدرجة الأولى. وأتم: من باب الأدب ورد الجميل كان يفترض أن ترد بأسلوب أفضل من هذا ولو بالمجاملة. كما رد عليه ياسين العلوي بقوله: الأهلي عنده 3 حراس أفضل منك، كنت أتمنى أن تكون إجابتك أن تقول الأهلي فريق كبير يشرف أي لاعب أن يلعب له، وعنده 3 حراس ممتازين، وأنا عمري فوق 33 سنة ولن تحصل لي فرصة لأمثل الفريق. كما علق الدكتور خلف الزهراني على تعليق أحمد الداموك، قال: أخي أحمد، أنت قلتها من باب الأدب لا تعليق، الحمد لله أنه لم يكن شريكا في إنجازات الملكي يوما ما. كما قال فهد التميمي: حارس ضعيف وليست عنده أي مقومات لحارس المرمى، تتذكرون مباراته مع الشباب في كأس الملك بافتتاح الجوهرة.
تمثل الجبهة اليمنى لنادي النصر صداعا قاسيا للمدير الفني البرتغالي روي فيتوريا، وذلك لغياب سلطان الغنام عن مواجهة الفيصلي للإيقاف نظرا لتراكم البطاقات بعدما تلقى الظهير الأيمن بطاقة صفراء خلال كلاسيكو الأهلي الذي انتهى بالتعادل الإيجابي هدفين لكل فريق. ويحل فريق النصر ضيفا على نظيره الفيصلي يوم السبت المقبل على ملعب مدينة المجمعة الرياضية ضمن منافسات الجولة 21 من دوري المحترفين السعودي. وأكدت مصادر قريبة من الجهاز الفني للعالمي أن البرتغالي روي فيتوريا المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر يفاضل بين 3 بدائل لحل أزمة الجبهة اليمنى في مواجهة الفيصلي بالدوري السعودي للمحترفين، والثلاثي هم عوض خامس وحمد المنصور وفهد الجماعة. وإن كانت فرصة عوض خميس الأكبر حيث خاض أكثر من لقاء في هذا المركز بجانب عدم اقتناع المدير الفني بمستويات حمد المنصور في مشاركاته القليلة التي شارك فيها. ومن جهة أخرى باتت مشاركة عبد العزيز الجبرين لاعب فريق النصر بيد المدرب البرتغالي فيتوريا، وذلك إذا رغب في ضمه إلى خياراته التي سيعتمد عليها في مباراة الفيصلي بعد تماثله للشفاء التام من الإصابة التي يعاني منها. وقالت مصادر أن الجهاز الفني للنصر استعاد أيضا خدمات كل من المغربي نور الدين مرابط وعبد الله ماضو وعبد الله الخيبري وفراس البريكان بعد تعافيهم من الإصابة. وبينت المصادر أن اللاعبين واصلوا برنامجهم اللياقي بالجري حول الملعب بعد تعافيهم من الإصابة التي كانوا يعانون منها، حيث سيدخلون التدريبات الجماعية في اليومين المقبلين استعدادا لمباراة الفريق أمام الفيصلي في الجولة 21. أكدت مصادر قريبة الصلة من إدارة الزعيم الهلالي أن الإدارة برئاسة فهد بن نفل بدأت في إعداد الملف الطبي للاعب عبد الله عطيف والذي تأكد غيابه عن الفريق لنهاية الموسم بسبب إصابته التي سوف تمتد لنهاية الموسم. وقد أعلن أزرق الرياض عبر حساب النادي الرسمي على موقع التدوينات القصيرة تويتر أن عطيف أجرى عملية المنظار على موضع إصابته في الركبة تحت إشراف الطبيب رامون كوجات في إسبانيا. وأضاف الهلال أن الفحص الطبي أكد إصابة متوسط ميدان الفريق بقطع في الرباط الصليبي، وتم إجراء تعويض الرباط في العملية ذاتها بتواجد مدير الإدارة الطبية بالنادي الدكتور مبارك المطوع. وطبقا لللوائح والقوانين في الفيفا وكما أوضح أحمد الأمير خبير اللوائح والقوانين بالاتحاد الدولي لكرة القدم، فإن الهلال يحق له التعاقد مع لاعب جديد خلال الفترة الحالية ودون الانتظار إلى ميركاتو الصيف، وذلك بعد تأكد إصابة عبد الله عطيف نجم خط وسط الفريق الأول بقطع الرباط الصليبي وغيابه حتى نهاية الموسم. وأشار الأمير عبر صفحته بموقع التدوينات القصيرة إلى أن الفقرة 10 من المادة 11 الخاصة بالتزامات الأندية من لائحة الاحتراف وأوضاع اللاعبين تعطي لأي فريق الحق في إبرام صفقة طارئة في حال غياب أحد لاعبيه لفترة طويلة. واستشهد الأمير في أحقية الهلال بالتعاقد مع لاعب جديد بشكل طارئ بما فعله فريق الفيحاء الذي تعاقد مع اللاعب المدغشقري فانيفا لمدة 6 أشهر قادما من صفوف أبها، وذلك خارج فترة التسجيل الرسمية. وبالتالي بدأت إدارة الهلال فتح ملفات اللاعبين من أجل التعاقد مع لاعب سوبر يكون عوضا عن عبد الله عطيف، وخاصة أن الفريق يدخل في مهام محلية وقارية خلال الفترات القادمة ومنافسات ستكون قوية وتتطلب خدمات جميع اللاعبين. شاركنا رأيك في التعليقات، ولا تنسى دعمنا بلايك والاشتراك في القناة ليصلك كل خبر جديد.